البوز. في البوز اليوم باش نحكيو على جماعة عندي ما نقولك عندكم برشا على حلقة عاملة البوز وش غايف البارح ضيوف سيعاني مرا ورجلها اسمه عماد مش عماد فشلوهما وبدأ الحوار على الشكل هذا واني نحبك بالرغم من خيانتك وبالرغم من تنرميدك وبالرغم من ضربك وضربك بالكرسي وهاناتك وجبدانك فيه تقولي بارا فركس على الشرش وقفتك واني مستعد ومزلت ومسامحاتك ومزلت نحبك ونعشك ومانيش بش نسلم فيك الاخر نهار في عمري والشعر من راسك بمليون وما عندكش الحق تتكلم حتى كلمة أبي وما عندوش الحق يتكلم حتى كلمة ومسامحته على الضرب والخيانة والتمرميد وحتى من ضربة الكرسي مش كأنه برشا بنيت عمي كي هو عمل هذا الكل ايش نزل فيه باش يتحب أري منحبك ومانيش نسيب فيك لآخر نهار وحتى قدام القاضي ما نسامحش أي قاضي يطلقني منك لا قدام ربي لا قدام عباد وتحمل مسؤوليته أي قاضي يا وخيتي والقضاة اش ما دخلهم الجاو في العرازة اسمع رد بالك هاني نقول لك عادي برشا تطلع لك مدام روضة الجرافي متاع جمعية القضاة تعرب عن رفضها المشروع القانون هذا قصدي للكلام اللي قلته هذايا اعطينا الخلاصة هيا قولوا كلمة حلوين عماد متاعك هي. مانيش باش نسلم فيك بالسهل طير انا ليش نحطير مانيش باش نسلم فيك بس بيت انت ثم وبيتني هنا ايوه جابت الحل وجيت طير وجنح ماكش مانع ماكش مانع تشبيك انت شبيك تمت الحكايه قال لي قاعد تقول لي حلو ولا روح خلاص قعدت حد ما تروح ما قلت المتحل الستار ولا ندخل تحت الريدو يعجبكش هذوما جاو على حل المشكله اللي بيناتهم قاموا تعاركوا على حل الستار والمراه باش تدخل تحت الريدو جمله واحده اي عماد اي عماد وي سنة ليه مش نحكي عليك انت اسكت 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 نحكي على عماد عندي ما قولك حل الستار ولا ارفض ولا اختانا خروح وي عماد مهبول مجنونة اعتبرني مجنونة عماد ندخل تحت الريدو والله كي تطلع لفوق للطاقم تصوروا في بالك وطابط اللوت قالوا ما هوش باش حل وانت وخي شنيا هالدوينة اللي فيك وشنيا هالرومانسية هي تقولك كان نعرف نجيك تحت الريدو وانت تقولها كي تطلع لفوق ويعمل هكا هذا عماد ويرفض باش يحل الستار حقه تعليقك على الحكاية أختي واش عماد هذايا ما شكون هذايا قصدي واش عماد راجلك شكون هذا واش عماد تكلم على عماد راح على الستار صار هيك علاش ماهوش عماد تيصير على الحي وسع بالك وسع بالك وانت بخيتي اش قام عليك هذا الكل تيمولي في بيعك بالفول بيعه بالقشو